سلام البنات، صح فطوركم؟ نتمنى تكونوا بخير. انا صافا الحمد لله. جيتكم اليوم فيديو جديد، هو الكسكس بطريقه سهله كما راكم تشوفوا فيه في الصوره، بمقادير بسيطه موجوده في كامل البيوت، خاصه تستفاد منه المبتدئات. هنا دون اون كوكوت حطيت، عندك اللحم ديري اللحم، عندك الدجاج ديري الدجاج، انت حره. هادو لي زيبيس، عندك فلفل احمر راس الحانوت، البصل، الثوم والملح كما راكو تشوفوا فيهم. حطيتهم في الكوكوط مع هذاك الدجاج، وزدت عليهم الحمص والزيت، ونقليهم على نار هاديه. ما بيد ما راني نقلي فيهم على نار هاديه، نربي حبة طماطيش. بعد ما تقلاو لوحدهم هذيك حبة الطماطيش، ونزيد لهم شوية ماء سخون، نروح نقشر حبة بطاطا ونقسمهم كما راكو تشوفوا. نروح نحط الكسكس اللي عندي في قصعة، نشمخه بالماء ونسيح هذاك الماء، نسيح حتى نخليه ينشف تخي بيان، نلوحلو ملح وزيت ونحرك. هنا بعد ما درت له الملح والزيت راح نفوره، كاين بزاف مشتركات ولا مبتدئات يقولوا بلي الكسكس صعيب، ماهوش صعيب سهل. هنا بعد ما درت له الماء السخون وطماطم المصبرة وغلقت عليها، هنا فتحت عليها هذا الشكل النهائي تاعها، تلوحي لها حبة فلفل لا تحبي الحار. وهنا حطيت هذاك الكسكس في الكسكاس ونحطه يفور على النار. هذا بعد ما فار يخرج لك الشكل تاعو هكذا، تعاودي تحليه بالمغرف تاع الخشب وتسقيه بشوية ماء، وبعد تعاودي ترديه. ما بيد ما خليته يبرد شوية، عاود تروح درت اون سالاد سامبل، شوية فلفل حلو، شوية خيار، طماطيش وزيتون كيما راكو تشوفو. هذا الشكل النهائي تاعها. بعد ما شمختو بالماء وعاودت له الفورة، كي كملت دوزيام درت له شوية مارغارين سول وحليته بهذيك المغرف الخشبية. وهنا راح يكون الشكل النهائي تاع الطاولة، شوية رخساس، سلطة الجاري. تمر هو الرئيسي في مائدة رمضان طبعا. وهذا الكسكس شكله النهائي، تخي سامبل فاسيل وجهايل جبنين، راني نحكي لكم بعد ما دقتو بعد ما فطرت به. ما شاء الله، زلابية غنية عن تعريف في الشهر الفضيل، توجور تكون موجودة. جربوا الوصفة واعطيوا لي الخبر، سهلة بسيطة عادية وتعطيكم نتيجة رائعة. كسكس بنين حبيباتي، صحة سحوركم وصحة فطوركم. نتمنى اللي شاف الفيديو أول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. بارتاجيو الفيديو لو ماكسيموم افيك لي زامي لا فامي ايتو.